السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان في مصر والوطن العربي أهلا وسهلا بكم يتجدد الحوار ويتجدد اللقاء في برنامجكم حوار هادف لأنه حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وفقرتنا النهاردة مليئة بالأخبار مليئة بمفاجآت آه يعني الموسم الثاني ياتيكم في ثاني حلقه آه زي ما وعدناكم ان شاء الله يكون في آه كل القضايا التي تتناول النبض الشارع المصري حريصين في حوار هادف على اثاره التفاعل مع مشاهدينا الكرام آه ايضا وفقرتنا النهاردة بنبدأ بيه سريعا بأخبار أه وهيكون معنا بعد الفقرة دي بعد ما نخلص أخبارنا بالضيفة أه أه اللي هنتكلم النهاردة طبعا زي ما نوهنا عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أمن قومي هنتكلم وهنقول حاجات كتيرة وهنتكلم عن هيئة سلامة الغذاء وإيه الهيئة دي وبتعمل إيه والتطور ده للمواطن وإيه مصلحة المواطن أنت كمشاهد مصري ايه سلامه الغذاء بتعمل لك ايه وازاي منظومه الشكاوي ازاي تشكي لو في حاجه في الغذاء ده او كده هنتكلم في حاجات كتيره جدا بعد ما نخلص فقرتنا الاخباريه بنبدا دايما اخبارنا في موسمنا الثاني عن ثلاث حاجات اخبار على الطاير وحديث الساعه وما وراء الواقع النهارده اخبارنا على الطاير طبعا كل المشاهدين الكرام في مصر النهاردة وحتى الوطن العربي وإفريقيا بتفتتح اليوم يعني يفتتح اليوم الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري في الدوري الربع النهائي بالبطولة الساعة سبعة ونص بعد ساعة ونص من دلوقتي مباراة النادي الأهلي على ملعب استاد المدينة التعليمية القطري طبعا زي ما بنقول دايما ان اخبارنا بتيجي برعايه شركه جريده القاهريه وكتب الاستاذ الكبير الكاتب محمد زغله ان يسعى نادي القرن نادي الاهلي بقياده مدربه الجنوب الافريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراه اليوم من اجل التاهل الى الدور نصف النهائي ومواجهه فريق بايرن ميونخ الالماني كانت المسحه الاخيره لفيروس كورونا اللي تمت وخضع لها لاعب النادي الاهلي الحمد لله كانت سلبيه والجهاز الفني برضو كذلك ولكن في المقابل يتسلح فريق الدحيل القطري انه على ارضه عشان كده هيقدم مباراة كبيرة جدا أمام العملاق النادي الإفريقي النادي الأهلي نادي القرن وهيحاول أنه يخطف طبعا بطاقة التأهل لكن النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يبدأ هجوم قوي وتكون مباراة كبيرة زي نادي القرن النادي الاهلي ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي التشكيل المتوقع اللي له الكثير من المحللين حراسه المرمى ياتي محمد الشناوي خط الدفاع هيكون موجود علي معلول وايمن اشرف وبدر بنون ومحمد هاني وفي خط الوسط حمدي فتحي وعمر السوليه ومحمد مجدي قفشه خط الهجوم هيكون حسين الشحات طاهر محمد طاهر والتر بواليا كمان حاجه جميله عاملاها صراحه بنشكر قناه بين سبورت تردد القناه المفتوحه اتش دي انتوا تقدروا على بين سبورت المفتوحه تفتحوا تتفرجوا على مباراه نادي الاهلي والدحيل الاهلي المصري والدحيل القطري تقدروا تضبطوا تردد قناه بي ان سبورت المفتوحه على النايل سات على تردد 11054 11054 على معدل استقطاب هيكون افقي ومعدل ترميز 27500 بمعدل تصحيح 2 على 3 كل الأمنيات لفريقنا فريق نادي الأهلي نادي القرن النادي المصري الكبير العملاق بالفوز إن شاء الله بنتيجة جميلة إن شاء الله بإذن الله النهاردة من أخبارنا النهاردة برضو وتنشيطا للسياحة وأدي إيه مصر زي ما بنقول دايما في تنمية مستدامة التربية المستدامة دي مش شرط انها تكون يعني بنشوف بعض الحاجات وبعض الناس تقول لك ده ترفيهيه ماشي يا عم احنا شفنا بنشوف دلوقتي رائحة السحاب، بنشوف قطار كهربائي، بنشوف من ضمن التطوير ايضا آه وده كان توقف 41 سنه، بعد توقف 41 عاما اعاده تشغيل نافوره نهر النيل لتكون مصدرا من آه مصادر السياحه في مصر بشكلها الجذاب ودي النافوره دي نافوره نهر النيل بتعد نظيرة زي نافوره دبي بالضبط اللي بيلتف حواليها زي ما احنا شايفين على الهواء النافوره بيلتف حواليها مئات والالاف من السياح يعني نظيرها زيها في دبي ان شاء الله باذن الله طبعا دي حاجه قويه جدا للسياحه افتتحت النافوره الناس بقى تصور جنبها وحاجه جميله جدا قد ايه بنشوف مصر الحديثه في تنميتها المستدامه الجميله من اخبارنا برضو الفنيه صرحت الفنانه اللبنانيه منار ان لها الحق في ميراث المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم. الموضوع ده كان اثار جدل كده شويه لكن اكدت ان عندها الادله الموثقه للاخذ من حقها في ميراث الفنان الراحل رحمه الله شعبان عبد الرحيم. كده انتهت اخبارنا ولكن هنروح على الاطلاع على قانون المحاماه. كان رقم 17 لسنه 1983 وتعديلاته اللي بيقرر فيها مجلس النقابه العامه للمحامين باقامه انتخابات النقابه الفرعيه للمحامين واللي هتكون في وجه ابلي ومحافظات يوم 7 فبراير اللي جاي يوم الاحد 2021 وفي وجه بحري وبعض المحافظات الاخرى هيكون يوم 8 فبراير يوم الاثنين. المفروض معانا مداخله هاتفيه طبعا انتخابات المحامين كانت اتعملت في 2020 انتخابات النقابه العامه وفاز فيها طبعا الدكتور رجائي عطيه نتمنى للمحامين نقابة قوية طبعا وعظيمة بعددها وبقوتها وب يعني بقوانينها نتمنى لها ان شاء الله كل التوفيق في خضم الانتخابات القادمة ويكون ايضا تكملة هذه المجلس النقابي الفرعي تكملة للمجلس النقابة العام تأجلت الانتخابات بسبب كانت شوية كورونا وانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله كل الامنيات والتوفيق للمحامين حتى نيجي لمداخلتنا ازل الستار عن الانتخابات الفرعيه برضو لنقابه الاطباء البيطريين للفرعيه الفرعيه كانت القاهره والجيزه كل الامنيات والتوفيق للي اللي نجحوا ونتمنى لهم كل التوفيق يا رب اكتمل الان كده النقابات الفرعيه مع النقابه العامه نتمنى لهم برضو كل التوفيق والنجاح وبس ملحوظه صغيره عاوز افضفض معاكم بيها واقولها قد ايه الواحد يعني لازم احنا نستفيد من كل انتخابات او من كل حاجات زي كده كعمل مشتركي ونقابي بحاجات معينه. نزوح الشباب عن الوجود في الانتخابات الفرعيه اللي كانت موجوده في القاهره والجيزه. بيطالبوا بالتكليف وبيطالبوا بحقوق وبيطالبوا بوجودهم على الساحه. وساعة الحاجات دي اللي فيها إن شاء الله التواصل مع الجهات التنفيذية وفيها ناس بتعرض رؤى وبتعرض تفكير كويس ما فيش حد بيحضر ما فيش حد بيحضر آه حن الآن آه بمناسبة انتخابات النقابات الفرعية للمحامين يسعدنا يكون معي الآن على الهاتف الأستاذ محمد عبد الجواد فيوض المحامي بالاستناف العالي ومجلس الدولة والمرشح على مقعد شمال البحيرة أهلا وسهلا أستاذ محمد اهلا بك يا دكتور محمد حضرتك نورتنا في حوار هادف في الموسم الثاني استاذ أنا محمد انا سعيد ان انا اكون مع حضرتك في الموسم الثاني وانت حاجه مشرفه وحاجه من الكوادر الاعلاميه الجميله جدا اللي احنا كلنا بنتشرف بيها ومستقبل ان شاء الله يعني مشرف. شكرا شكرا جدا استاذ محمد يخليك. واتمنى لك التوفيق وانت المرشح على مقعد شمال البحيره من ابو حمص محكمه ابو حمص نتمنى لك كل التوفيق يوم الاثنين 8 فبراير. الله يا دكتور ما تحرمش مننا. الان دكتور رجاء عطيه هو النقيب العام حدثنا عن انتخابات النقابه ويوم 7 ايه ويوم 8 ايه وانتم ايضا يعني تكون المحور الرئيسي على البحيره اتفضل يا فندم. هو يا فندم إن شاء الله الإنتخابات هتجرى على يومين، اليوم الأول يوم سبعة هتبقى لمحاكم القاهرة والصعيد وجه إبلي. تمام. والوجه البحري إن شاء الله يوم سبعة هتجرى على جميع النقابات شمال، بالنسبة للبحيرة في نقابة شمال ونقابة جنوب، نعم. كل نقابة نقابة شمال هتتكون من تسع مراكز جزئية، كل مركز له عضو يمثله. نعم. هيتم اختيار عضو واحد وعضو مرشح عن الشباب. وعضو ونقيب عن يبقى نقيب لنقابة شمال فان شاء الله اللي نقيب للشمال وواحد بس من الشباب الاثنين باشراف من هيئه قضايا الدوله اشراف قضائي تام من هيئه قضايا الدوله ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله نتمنى التوفيق يا رب للجميع بس هو مره تاني هيكون في شمال نقيب وواحد في الشباب صح لوحديها دي لا في لينا. واحد شباب ده بيختار واحد على مستوى الجزئيات كلها المحاكم الجزئيه م. بيمثل كل شمال بالنسبه للشباب ونقيب واحد اما المحاكم الجزئيه بيمثلها عضو عن كل محكمه جزئيه عضو وهم تسع مراكز بالنسبه لشمال ابو حمص وإدكو رشيد ودمنهور مركز وبندر دمنهور وكفر الدوار مركز وبندر مم. والمحموديه وخوش بالتوفيق يا رب الاجراءات الاحترازيه والعمليه الانتخابيه يوم الاثنين 8 فبراير وانت مرشح على مقعد شمال البحيره كيف تكون التنظيمات وكيف تكون تسير وهي بعد تاجيل لكورونا وانتخابات مجلس النواب والشيوخ اللي تاخرت والان هي خلاص القرار الاخير تتم الانتخابات في هذا الموعد كيف ترى الاجراءات التنظيميه وكيف الان انت بتشجع المحامين على الوجود وانتم طبعا مش عاوزين توعيه نقابتكم قويه لكن تقول لهم ايه ويروح ازاي وياخد باله ازاي بالاحترازات الاحترازات اللي انتم منظمينها ويدلي بالورق نعم. ازاي يعني هيديلي 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 هيعمل ايه هيدلي هيعمل ايه الورقه هتبقى الوان ولا ايه تمام يا دكتور هو بالنسبه للانتخابات المحامين بالذات بيبقى لها طابع خاص نعم ورونق معين خاصة إن أنت بتتعامل مع ناخب مش عادي يعني ناخب بيقف قدام القاضي وبيبقى عارف هو بيتكلم إزاي أهل القانون و... كده فطبعا بالنسبه للتنظيم هي النقابه نظمته ورتبت كل حاجه مع مؤسسات الدوله ان كانت شرف قضايا او شرطه او تامين او خلافه فده طبعا بيبقى بمعرفه النقيب ومجلس النقابه العامه وبالنسبه للمحامين طبعا دول ناس على مستوى عالي جدا من الفكر ومشاركه مجتمعيه فهم النهارده بيكونوا الناس اللي هتمثلهم في مجلس النقابه واللي هتحاول انها تجيب حق المحامين والمتطلبات ان كانت من علاج او معاش او تعامل مع مؤسسات الشرطه او النيابه او المحكمه نعم فطبعا بالنسبه لهم فهم على وعي تام جدا بالعمليه الانتخابيه وكل منهم يعرف اختياره ولكن دايما كنا في لقاءاتنا ومؤتمراتنا الانتخابيه نقول احسن الاختيار اختار المحامي صاحب الملف اللي هو متواجد في المحكمة اللي حاسس بمعاناة المحامين وعايشها كان مع مؤسسات الدولة والمؤسسات اللي احنا بنتعامل معها نعم. فطبعا انا بقولها من هذا المنبر الاعلامي ومن خلال برنامج هوار هادف فضل. لجموع المحامين في شمال البحيرة وفي جنوب البحيرة وعلى مستوى جمهورية مصر العربية احسنوا الاختيار اختاروا المحامي صاحب الملف اللي نعم. متواجد كل يوم في المحكمة واللي شايل هموم المحامين معاه وحاسس بيها وعايش مشاكلهم. نعم. آه بالنسبه للعمليه الانتخابيه هو بيبقى بالنسبه لشمال البحيره مقعد النقيب ده نازل عليه اثنين آه بنختاره واحد منهم بالنسبه للشمال يعني واحد واثنين وانت يا آه محمد رقم آه واحد في النقيب اللي هو مثلا شمال واحد آه واثنين آه ويختار رقم. آه آه هم اه بتختاروا واحد منهم من الاعضاء انا مش عايز اسمي يعني عشان البرنامج وكده تمام فبالنسبه لمرشح الشباب برضه نازل عليه أكتر من شاب محترمين جدا من الشباب المحامين الواعدين يعني فبنختار منهم واحد برضه بيبقى واحد بيمثل البحيره كلها تمام يعني بالنسبه لشمال البحيره نعم اما بالنسبه للجزئيات فهي تتكون من تسع جزئيات بيمثل كل محكمه جزئيه عضو طبعا كل محكمه مترشح عدد عنها فبيتم اختيار عضو واحد عن المحكمه الجزئيه كل محامي بيختار واحد عن المحكمه الجزئيه فبيبقى في النتيجه في النهايه الاعلى اصوات الاعلى المراكز هو ده اللي بيفوز بالعمليه الانتخابيه عن مقعد المحكمه الجزئيه نعم. وبالنسبه لاعلى اصوات على مقعد النقيب وبالنسبه لعضو الشباب برضه اللي بيبقى اعلى اصوات يعني بياخد اصوات من تسع مراكز تمام. تمام استاذ محمد استاذ محمد وانت الان مرشح لبقعة لش... شمال البحيره ابو حمص آه شعار شعار صغير تقوله وانت مرشح يوم 8 فبراير. الشعار اللي انا دايما بقوله ان الخدمه النقابيه او العمل الخدمي عامه بوجه عام هو م. عمل ليس بالشعارات وليس بالكلام هو عمل لازم الناس تحسه على ارض الواقع م. وخاصه ان احنا كلنا كجموع المحامين يعني ما ينفعش ان انت تقول كلام وما تنفسوش لازم تبقى قد الكلمه اللي انت بتقولها وعارف ان انت نازل تخدم هتضيع هت... 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 هياخد من وقتك ومن وقت اولادك واسرتك الا اني هتؤدي خدمة محترمة المحامين كلك يلزمهم خدمة نقابية طليق بمستواهم مع المؤسسات الحكومية إن كانت الشرطة أو النيابة أو المحكمة فأنا بقول من هذا الكلام أنا بوعد الجميع أن يبقى في بروتوكول خاص لتسهيل العمل بالمحاكم والنيابات والمصالح الحكومية وجهات الاستدلال كم نعم كفة صباح. أن يتم عقد بروتوكول يتم متابعته دوريا لتسهيل العمل بالمحاكم والنيابات والمصالح الحكوميه بالتوفيق استاذ محمد عبد الجواد فيوض المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله والمرشح علي مقعد شمال البحيره كان يعني معنا هاتفيا وشرح موضوع انتخابات النقابات الفرعيه وهو مرشح ايضا استاذ محمد شكرا يا دكتور انا سعيد ان انا كنت مع حضرتك وبشكر حضرتك على المداخله شكرا جزيلا استاذ محمد فيوض وشكرا جزيلا لك مشاركتك الهاتفيه في حوار أه هادف مشاهدينا الكرام زي ما عدناكم قلنا الفقره بتاعتنا بتبقى متنوعه بندخل دلوقتي على حاجه عملناها جديده اسمها ما وراء الستار او ما وراء الواقع بنتكلم في كل حلقه مره عن شخص معين بيكون بنتكلم وراء الستار بتاعه ايه او عن مكان معين النهارده بنتكلم عن شخص هو معروف هو طبعا الاديب العالمي الكبير نجيب محفوظ كلنا طبعا عارفين نجيب محفوظ اديب روائي مصري هو عميد الادب في الوطن العربي ما يقارب له عن 333 عمل ادبي من روايه لقصه لكتاب تعتبر مؤلفاته بمثابه مرآه للحياه الاجتماعيه السياسيه في مصر وكلنا طبعا عارفين المعلومات دي لكن نعرف ايه عن حياته الشخصيه نعرف ايه سبب اخفاء سر جوازه في ناس تعرف إنه هو قاعد مخبي يتجوز وقعد فتره كتير جدا مخبي سر جوازه عن اللي حواليه واخفى سر جوازه قد ايه وكم سنه وليه اخفى سر جوازه ده هو ده اللي احنا بنعرفه وفي كل حلقه هنقدم كده برده حاجه عن شخص او عن مكان او كده اتجوز نجيب محفوظ من عطيه الله ابراهيم زوجته عام 1954 ميلاديه واخفى سر جوازه عن اهله واقاربه واصحابه لمده 10 سنوات وانجب خلالها بنتين كان في الوقت ده كل اللي بيسالوا ليه ما اتجوزتش دلوقتي لحد دلوقتي بيقول والله منشغل بوالدتي واختي الارمله واطفالها وكل دي اجابه دايما مازحه يقولهم ايه فاتني قطر الجواز انتشر الموضوع ده عنه في في زمانه وخلاص لحد ما ظهر امر جوازه واعلن بعد ان تشاجرت كان احدى بنتين وتشاجرت بنته مع زميله لها في المدرسه وعرف الخبر عن طريق الشاعر الكبير رحمه الله صلاح جاهين من خلال والد الفتاه وسرعان ما انتشر الخبر طبعا خلاص بقى بين الاقارب والمعارف صرحت ابنته ام كلثوم عن سبب اخفاء سر جوازه من خلال لقاء تلفزيوني لها قالت ان سبب اخفاء والدي الجوازه ان في العائله اتفقوا مع ناس قرايبهم كانوا عايزين يجوزوه فتاه ثريه جدا وكان هم اللي هيشيلوا كل حاجه السكن والمهر والعفش وكل حاجه وهيقوموا بكل التكاليف هو كان عنده مبدا قال لك لا وهتكون اهانه كبيره حب انه يتجوز مع نفسه وبعيد عن اهله ويخفي سر جوازه رحم الله النجيب الاديب الكبير نجيب محفوظ واخفى سر جوازه حوالي عشر سنوات حاجه كده بسيطه كنا بنقدمها ليكم. طبعا احنا في حوار هادف بنيجي برعايه شركه اي تو ام ايجيبت، شركه اي ام هي شركه توكيلات تجاريه وبتستورد من بره ادويه بيطريه، اضافات اعلاف، بريمكسات انزيمات، بروبايوتيك. نتمنى كل التوفيق ونشكرها جدا على دعمها لبرنامج حوار هادف، وكمان جريده القاهريه اللي بتمدنا بالاخبار وبنهنيها النهارده. جريدة القاهريه وانا احد هذه المنظومه واتشرف عندما بدات جريده القاهريه من شهور قليله بدانا بالديسك الالكتروني وبدانا على النت وموقعنا في النت جريده وطنيه من الدرجه الاولى بنهنيها على نشر العدد الاول الورقي جريده القاهريه نشر العدد الاول الورقي لها بنشكرها جدا وفي مقال كمان عن حوار هادف مكتوب في هذه الجريده كل الشكر للدكتور عيد علي رئيس مجلس الاداره الصحفي الكبير وايضا للاستاذ علي الجمال وهو رئيس التحرير ومدير تحرير الاهرام كل الشكر والتقدير لكل العاملين فيها ولكل مدراء الاقسام ومدراء المكاتب نتمنى يا رب كل التوفيق للقاهريه آه خلصت كده فقرتنا قبل ما تخلص آه بنقول ان كان سؤال الحلقه الماضيه للتفاعل معانا مشاهدينا اتفاعلوا معانا في حوار هادف كل خميس الساعه الخامسة مساء مع الدكتور محمد الغزالي برعايه اي تو ام ايجيبت كان سؤال الحلقه الماضيه متى تاسست شركه اي تو ام ايجيبت وجانا كثير من الاجابات الصحيحه على صفحتنا وفعلا عام 1998 ميلاديه والصفحه بتاعه الفيسبوك بتاعه حوار هادف موجوده دلوقتي امامكم مشاهدينا الكرام تقدروا تراسلونا اللي هنقول السؤال الثاني دلوقتي بس قبل ما نقول تم السحب اليوم الصبح من الناس اللي ارسلونا الكثير كانت اجاباتهم صحيحه على صفحه حوار هادف الموجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه وفاز معانا صفحه الفيسبوك بتاعه محمد عادل واتصلنا بيه طلع الدكتور اسمه دكتور محمد عادل اسمه على الشاشه دلوقتي كل التهاني القلبية دكتور محمد عادل ألف مبروك فوزك معنا للحلقة الأولى متى تأسست شركة إيتوم إيجيبت وكانت الإجابة الصحيحة 1998 ألف مبروك وتستلم جزيرك إن شاء الله من شركة الرعاية ونصورك وممكن نجيبها الحلقة القادمة سؤال حلقة النهاردة وهننوه عليه في آخر الحلقة هو أذكر ثلاث توكيلات تجارية تستوردها شركة اي تو ام ايجيبت أذكر ثلاث توكيلات تجارية تستوردها شركة تو ايج اي تو ام ايجيبت وبتبيعها في مصر والسؤال على الهواء اذكر ثلاث توكيلات تستوردها شركة اي تو ام ايجيبت بتجاوبني على صفحة حوار هادف الإجابات الصحيحة بتدخل سحب يوم الخميس القادم نعلن اسم الفائز وبنكرمه وبنديله جايزة برعاية شركة اي تو ام ايجبت شركة لشركة اي تو ام ايجيبت شكرا دكتور محمد عادل لمشاركتك وفوزك معنا وبنهنيك النهاردة عيد ميلاده كمان بنهنيك فرصة عن طريق حواض كل التهاني القلبية عيد ميلاد سعيد وإلى الأفضل دائما يا رب انتهت فقرتنا الإخبارية وأيضا كنا عاوزين اللي انا اتكلم لما يعني انتهت دلوقتي فقرتنا الاخباريه والفقره اللي هي هتالي الفقره دي هي الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. الهيئه القوميه لسلامه الغذاء هي امن قومي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يسارع في مصر الحديثه بالتنميه المستدامه. حريص على صحه المواطنين المصريين واتعملت حمله مليون صحه. قال طب ما نشوف من الاول ايه اللي كان فيه حاجات غلط بتتعمل. فاتعملت الهيئه القوميه لسلامة الغذاء، الهيئه القوميه للدواء وهكذا. هذه الهيئات هي مستقله بيرقصها وزير مباشره لينك مع رئاسه مجلس الوزراء. بتعمل ايه الهيئات ديت؟ مثلا الهيئه القوميه لسلامه الغذاء هي المسؤوله خلاص عن غذاء المام بتاع المصريين. كل حاجه بقى بتدخل، كل حاجه بتخرج، صادرات بقى، واردات، موانئ، عمالين يطوروا دلوقتي التفتيش على المنشات السياحيه والفندقيه التفتيش المحلي ان شاء الله قريبا بقى على المجازر تطويرها ادخل على اللحوم الاسماك الالبان البيض التفاح الخضروات كله بقى زراعيه كانت مكملات غذائيه تبع الصيدله منتجات حيوانيه ف الهيئة القوميه لسلامه الغذاء دي حاجه انا شايف يعني امن قومي كبير جدا كان لنا في حوار هادف اللي احنا لازم نسلط عليها الضوء ولازم اللي احنا نشارك اعلاميا في تسليط عليها الضوء هذه الحركه لان في اطار توجيهات الدوله المصريه للتنميه المستدامه والاصلاح الاقتصادي والعبور نحو نهضه كبيره كان لزاما انهم يخلوا منظومه الغذاء كلها في جهه واحده هي الهيئه القوميه سلامة الغذاء خلاص يعني درجه انها بتحل محل 17 منشاه النهارده لسلامه الغذاء بالقرار اللي قلنا عليه وكان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرار واحد بتاريخ 1 واحد 1 واحد 2017 تمام 1 واحد 1 واحد 2017 يعني من 3 سنين إنشئت هذه الهيئه القوميه الوليده بدأت تسعى بدأت بقياده الوزير المفوض الأستاذ الدكتور حسين منصور لتتعامل مع الغذاء في مصر كله كان محليا ولا كان مستورد. تمام هو ده إن شاء الله بإذن الله محور حلقتنا في حوار هادف في فقره الحوار مشاهدينا الكرام انتظرونا في الفقره الثانيه إن شاء الله في حوارنا عن الهيئه القوميه لسلامه الغذاء أمن قومي فاصل قصير، واستنونا